أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا ويوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 20 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهي الحلقة 3 عن النار، والعياذ بالله رب العالمين. أبعدنا الله وإياكم والمسلمين جميعا عن النار وعن حر النار، وأدخلنا وإياكم والمسلمين الجنة بدون سابقة عذاب. ندعو الله في بداية هذه الحلقة حتى أن يكون بيننا صالح أو صالحة يستجيب الله من أجله ومن أجلها دعاءنا. اللهم اجعل لنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اقسم لنا منك بقاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الحديث عن النار والعياذ بالله حديث تنخلع له القلوب وتوجل منه وتخاف، والحديث عن النار وما فيها من عذاب حديث كان يفرح منه الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخاف، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. وده دليل على ان الامر مش سهل، ولا الامر هين، ولا الامر ان احنا نأتي الى المسجد لنحضر حلقات دروس الدار الآخرة وننفض كما جئنا. لا، المسألة أكبر من ذلك وأخطر من ذلك وأهم من ذلك. فما من نبي وما من رسول إلا خوف أهله من النار، إلا حذر أهله وقومه من النار. ولعل سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الأمة بالأمة، أرحم من على وجه الأرض بعد الله عز وجل سبحانه بأمة محمد، هو سيدنا محمد، ما تركش مناسبة يستطيع أن يوضح فيها الخطر المحيط بالمسلمين من مسألة النار وما فيها إلا وحذر أتباعه وأحبابه منها. وكان يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، واحد ولع قدامه نار، فلما اضاءت ما حولها النور بتاع النار بدأ يظهر، جعل الفراش والجنادب حشرات يعني تتنازى من حولها. الفراش بدأ ايه يجتمع حوالين الايه، حوالين النور بتاع الايه، النار بتاع الرجل اللي اوقدها ده، وهو يأخذ بحجزها، هو بيبعد الايه الحشرات عن الايه والفرجت عن ان يقع في الايه في النار، زي ما قال للأسف الشديد الشاعر العربي: فرح بالنور وبالنار معا. فهو مش عارف، الحشرات مش عارفة مصلحتها فين ومش عارفة مفسدتها فين، فهو الرجل اللي مولع النار دي قاعد يحجز: ابعد انت، حاسب انت، ولكنكم تتفلتون مني فتتقحمون فيها. يعني الرسول واخد حد، خلي بالك، ابعد ابعد انت، ما بلاش كده، بلاش غيبة، بلاش نميمة، بلاش ظلم، بلاش فواحش، بلاش خمر، بلاش ربا، بلاش انحراف، بلاش كذب، بلاش محلل، بلاش فوضى، بلاش فسق، بلاش فجور، بلاش حكم بما لا يرضي الله عز وجل. ولكن كل هذه النواهي والناس كلها تأبى الا ان تخالف الله وتخالف رسوله صلى الله عليه وسلم. وصل الامر لسيدنا الحسن الله يرضى عليه البصري، حبيبنا ده كلنا بنحبه كده سبحان الله، قال: الناس اعداء للامر، الناس دايما اعداء للامر، امرنا الله بالصبر فجزعنا، ولو امرنا بالجزع لصبرنا. امر غريب، يعني ربنا بيصبر ولا ما بتصبرش؟ يعني انت بتلاقي اي واحد بينزل عليه مصيبه ماذا يحدث له؟
يهتز عند اول خطة. انما الصبر عند الصدمة الاولى اللي بنلاحظها في مجالات الحياة، لان الانسان منا قاصر التفكير محدود الفكر. وكما قلنا في خطبة الجمعة، ان العاقل يأخذ من الدنيا ما يفيده، ويعرف ان الدنيا خطر عليه لانها دنيا. العاقل ضربنا به المثل الجمعة الماضية بالطبيب او بعالم الحشرات او بعالم البيولوجي اللي هو بيجيب الثعبان او العقرب ويستخلص منهما السم عشان يستخدمه كدواء. هكذا العالم بالدنيا، اللي عارف الدنيا وبلويها ياخذ من الدنيا ما يعود عليه بالنفع في الاخره. ده مين؟ العاقل. يعني يستخدم الدنيا في ايه؟ نعم الدنيا مزرعه الاخره للمؤمن. يعني انت تصل للاخره وللجنه ازاي؟ انت عايش في الدنيا ولا مش عايش؟ بس كيف تعيش لتعيش في الجنه؟ ازاي تعيش في الدنيا عشان يبقى ليك الايه؟ الميراث يوم القيامه. اللهم اجعلنا من الوارثين يا رب في جنتك. ازاي؟ انك تعرف متاعب الدنيا وتعرف ايه اللي يعود. اعلم ان كل شيء ضد هوى النفس هو الذي يوصلك الى الجنه، وكل شيء مع هوى النفس هو اللي يوديك في جهنم. يعني اعلم ان النفس عدوة كابليس تماما. اللي الدنيا، النفس، الهوى، الاربع دول اعداء كان يستعيذ منهم ابو بكر الصديق. اني بليت باربع. ابو بكر كان يقول ايه؟ اني بليت باربع ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي. يطلع من مصيبة الدنيا يقابله ابليس، يسيب ابليس تلاقي النفس، يتغلب عن النفس يلاقي الهوى، يسيب الهوى يطلع له الشيطان تاني، يسيب الشيطان يديك له الدنيا، هكذا. واحنا مغمورين ظهرا لقلب او ظهرا لبطن، سبحان الله. فالمسلم كل شيء في الدنيا ضد هوى نفسك، اعلم انه هو الذي يقربك من الله. يعني النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، صح ولا لا؟ وغنى النفوس هو العفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هكذا قال علي كرم الله وجهه. النفس تأبى ان تكون فقيرة. مين فينا يحب الفقر؟ حج. لكن لحكمة يعلمها الله، الله عز وجل يعلم ان في فقرك نجاحك يوم القيامة، ان في فقرك نجاتك يوم القيامة، ان في فقرك قربك من الله عز وجل. ولو انك من رجال الاعمال اللي بيتحسب عليهم بالثانية وانا اشوفك في المسجد مش فاضي، يقول لك يا استاذ في ذنوب ما يكفرهاش الا الساعة على الرزق، بعد المليون الاول والثاني والرابع برضو لسه دافع على الرزق. يقول لك ما ضمنتش بكرة. سبحانك يا مقلب القلوب، سبحانك يا من تعز الفقير بطاعتك. لما الفقير ربنا يديله طاعة يديله قناعة، وما دام يديله الطاعة والقناعة فقد اختار له رب العباد كل خير. اللهم اختر لنا الخير من عندك يا رب العالمين. فكل ما هو ضد النفس هو ده اللي يقربك من الله، واللي مع هوى النفس هو ده اللي يوديك في داهية. ايه كمان؟ الكل ما يؤنسك بالدنيا، كل ما يؤنسك بالدنيا هو الذي يبعدك عن الجنة، وكل ما يزعجك في الدنيا هو الذي يقربك من الجنة. أتوحد الله ازاي عن الكلام لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الشيء اللي يؤنسك بالدنيا هو ده اللي يعطلك عن دخول الجنة. يؤنسك بالدنيا ايه؟ العيال، ام العيال، والمصروف والفلوس والمال والجاه والدرجة العلمية والنجاح، كل ده كله ايه؟ ده بيؤنسك في الدنيا يبعدك عن الله. واللي يزعجك في الدنيا الايه؟ المصائب، الابتلاءات، الاختبارات، الامتحانات. كل امتحان ينزل عليك تطلع انضف. المؤمن ده عامل زي حتة الذهب،
الذهب ده فيه خلائط مشوب بايه؟ بعناصر رديئه. الذهب ده فيه قصدير وفي نحاس. انت تفكر الذهب اللي بيلبسوا الستات دول اللي بيلبسوه كده بيطلع من الارض ذهب 24 قراط و21 وعيار وعياره 18 و4 وكلام من ده؟ لا، ده الذهب بيطلع معاه كثير من المعادن الخفيفه. لان يعني الذهب من المعادن الايه؟ النفيسه. وفي معادن ايه؟ خفيفه. والراجل يعمل له ايه؟ الجواهري يعمل له بتاع مجوهرات يدخله في النار. لازم عشان الذهب ينضف لازم يدخل ايه؟ النار يسيح. يحصل ايه؟ الذهب الكثافه بتاعته ثقيله ينزل تحت كويس، والخبث شويه المعادن الخسيسه اللي مختلطه تطلع فوق بيسموها خبث زبد. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكن في الارض. يبقى بعد دخول الذهب الى النار الحصيله ايه؟ انه اولا انتفت عنه جميع الشوائب، ها، وحصلنا على الذهب الابريز الخالص. هكذا المؤمن صايف يطلعه مؤمن صادق، يدخل في مبتلى ثانيه يطلع مؤمن عابد، يدخل في ابتلاء رابع يطلع مؤمن قريب من الله سبحان الله الى ان يصل الى درجه الصديقيه. اللهم احشرنا في زمره الصالحين يا رب. يبقى الاختبارات دي لتنقيه الشباب اللي عندك، لان ما تظنش ابدا ان الله عز وجل يبتليك لانه يكرهك. ابدا الله ده بيبتليك لانه يريد ان يرفع درجتك عنده، او انه كتب لك درجة معينة عملك قد قصر في الوصول اليها. زي مثل بسيط ولله مثل الاعلى، موظف موظف كسول بس امين، ومن الرئيس بتاعه في العمل بيحبه وعايز يرقيه، بس مفيش الراجل ما عندوش في الملف بتاعه ورق يثبت انه ينفع يترقى. بيعمل له ايه؟ يحاول يتحايل له كده على اي حاجه، فيقع على الموظف بظلم، والناس كلها تتعاطف معاه، وبيجي يروح داخل في الانتخابات بتاع اللجان النقابيه كل الناس ايه؟ ترشح حط يطلع على وش الدنيا. بص لقى ايه؟ لما بعد ما كان عامل بسيط بقى عضو في مجلس الاداره، يقول الله الله لا الكسل وحش بقى، انا اشتغل بقى. يبقى هو صحصحته الايه؟ شويه الظلم اللي وقع عليه ده، او القرفه اللي جات له دي خليته صاحب، خليته فاق، خليته بقى عامل نشيط، خلت الناس كلها تحبه، ووصل للدرجه اللي ايه؟ الرئيس بتاعه عايزها. ولله المثل الاعلى. ربنا كاتب لك درجه معينه، ولا لا تصلي بالليل ولا بتصوم نهار ولا تكثر من مجالس العلم، ولا قلبك مليء بالحب للناس، ولا هو ايه؟ يزود عليك البلاوي وانت ايه؟ ويرزقك في نفس الوقت الصبر. فسبحان الحنان المنان. يعني هو اللي بيبتلي هو اللي بايه؟ بيصبر. ولا مين اللي بيصبر؟ والله هو، انه هو سبحان الله ليس الا هو الذي يرزق الصبر. وكان سيدنا ابو بكر يقول يا رب اللهم اشرح لي صدري ثم حملني من الهموم ما شئت. لان سيدنا عروه بن مسعود الله يرضى عليه الثقفي صحابي الجليل، لما اجمع الاطباء على قطع قدمه تاخذ من ركبته، قال لازم من ركبتك يحصل لك بدر، مفيش علاج الا كده. قال له مفيش. طب استنى لما اخش في الصلاه، داخل في الصلاه الاول، ما اخش في الصلاه واندمج توكل على الله. يبقى الناس اللي كانوا في الصلاه بيبقوا فين؟ مش انت في الصلاه مع 600 موضوع، ده انت ما بتحلش المشكله الصعبه اللي جوه الصلاه. مش ده الشيطان؟ مش فاكر انت ابو حنيفه؟ تذكر ابا حنيفه جاءه سائل، وطبعا توارد الخواطر الافكار. السيد بيقول له ابا حنيفه، قال له نعم، قال له بعت عقارا لي ووضعت ثمنه في مكان في بيتي ونسيته. ابو حنيفه قال وانا مات الله تبارك، وانا حاوي يعني ولا بفتح المندل ولا انا راجل عالم بتاع حلال وحرام، والناس بيستخدموا الدعاء نفس الاستخدام بتاع الراجل بتاع الرحله ابو حنيفه ده، كل مشكله تصب على راسك، مع انه احنا كل اللي نعرفه نقول دي حلال ودي حرام. المهم هقول لك حاجه،
ما دام انت افضتني وديني النصيحة، روح قم لله هذه الليلة، صل كده لغاية الصبح ويمكن ربنا بس ابتغي بها وجه الله. راح الراجل ويبدو زي حالاتنا كده نص لبة يعني زي ما بيقول، في اول ركعة تذكر مكان المال فخرج من الصلاة. كلنا هذا الرجل، احنا مش نبقى صرحاء مع بعض، كلنا هذا الرجل. المهم احنا الملل بتاع خلاص، ما هو صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ورسم. جه الفجر بقى وبقه مفشوخ بقى مفصول، ابو حنيفه بص عليه كده باين شكله اقرا الكتابه من عنوانه على وشك يبان انا الدغ اللي بقى ولا ايه؟ بعد يعني كده بيعمل ايه؟ مضحك. قال له وجدت مالك؟ قال له طيب ايه اللي عرفت؟ قال له وشك يقول هكذا، ما صنعت الليله؟ عملت النهار. قال له تذكرت مكان المال في اول ركعه. قال له ونمت بقية الليل؟ قال له نعم. قال له كنت اثق ان ابليس لم يدعك تتعبد لله الليلة. دي شغلة الشيطان. فالناس اللي بيصبروا على الطاعة دي ناس ربنا اداهم قدرة الهية ونور الهي جعلهم قريبين منه سبحانه. اللهم صبرنا على طاعتك وصبرنا عن معصيتك يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله الحلقة الثالثة في النار، موضوع مرعب شوية، ونسأل الله سبحانه كل ما نطلبه من الله ان يوفقنا للاعمال الصالحة التي تبعدنا عن النار، وان يقربنا واياكم الى الجنة، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا. الحلقة دي ان شاء الله تخص انواع العذاب في النار، وكل نوع من العذاب من الكتاب والسنة لمين، يعني مين اللي بيدخل في النوع ده ومين اللي له النوع ده. يعني النهاردة التوزيع بتاع والعياذ بالله انواع العذاب المختلفة في النار بما ورد في الكتاب، كتابنا العظيم القرآن، وفي السنة المطهرة عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. اولا كان الحسن البصري يقول ان نفسي تفضل الظل على الشمس. شوف الكلام الحلو اللي ان نفسي تفضل الظل على الشمس فكيف لا تفضل الجنة على النار. اللي خلى الواحد يلاقي شوية شمس كده ويقول لا انت نار حر، لكن النهارده الحرارة ازيد 4 درجات، الناس كانت نار ساعتين طلع لسانها من الحر. سبحان الله، لك يا اخي في شهر 10 سبحان الله. هكذا تنبأ لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نحن فين في علامات الساعة الصغرى، ان يصير الولد غيظا وان يصير الشتاء قيظا. صدقت يا رسول الله، ايه ان يصير الولد، تقول لي بقى ثقب الاذن اتخرم، ثقب مش عارف بتاع ايه، ان يتحقق كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ان يصير الولد غيظا. واحد يجيب ودي يطلع عينين اللي خلفوه، ما صح، بعد ما كان الولد رحمه وعزوه والواحد كان يفرح ان عنده 3 4 5 عيال يقول لك دول اسند عليهم لما عجز. لا دلوقتي عين اللي عنده عيلين 3 يقول لك كفايه. ليه يا ابني؟ يقول لك ما هو بيقولوا لنا في التلفزيون كده. يا ابني بيضحك عليك، كثر الذريه وربنا يرضى. لو حد يضحك عليك ويقول لك اصل المصروف على 2 غير المصروف على 5، مين اللي قالك؟ أنت الذي ترزق أم الرزاق هو الذي يرزق؟ طب أنت بتقول وتخاطب الله وتقول يا حنان يا منان ليه؟ ها؟ عارف منان يعني إيه؟ يعني يعطي النوال قبل السؤال. يعني إيه؟ يعني قبل ابنك ما ينزل من بطن أمه، من بطن مراتك، قبل ما ينزل بيكتب له رزقه ولا أنت اللي ترزقه؟ ولا ترزق نملة؟ والله ولا ترزق نملة. شوف نملة؟ نملة سيدنا سليمان قالت له يا عم تنسى ده انا اعتمدت عليه قضية، انما اعتمدت على رزاق لا ينسى. الواحد مننا احيانا من كثر المشاكل يمكن ينسى اهل بيته وعياله
لكن الله لا ينسانا لا مؤمن ولا كافر. ربنا ما ينساش. وما كان ربك نسيا. مش هيقول النهارده لا المصريين دول مش ضروري شويه الهوى اللي عندهم، بلاش هوى للمصريين النهارده. عفرش الجماعه اللي بتوع رومانيا وبتوع الدول الملحده دي بلاش تطلع عليهم الشمس ولا تروح لهم السنه دي ولا يروح لهم لا هوى ولا شمس. معقوله؟ عبر من الله حنان ومنان وكريم سبحانه وتعالى يرزق العباد وهم يعصونه. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين يا رب العالمين. فالانسان العاقل العادي بيفضل الظل عن الشمس، يبقى من الاعقل ان يفضل الجنه على النار. ها صح ولا مش صح؟ سيدنا عيسى كان يبكي يقول ايه؟ كم من شخص مليح ووجه صبيح في النار يطير. وجوه كده حلوة ووجوه صبيحة وانسان كده ملوا هدومه ولكن لا اله الا الله. ولكن انت تشوف من اهل النار والعياذ بالله الجعفري الجواب. قالوا مين الجعفري ده يا رسول الله؟ قالوا الجعفري اللي هو الممتلئ جسدا الخاوي داخلا. يعني ايه؟ يعني واحد كده خمسة في ستة ولكن من جوه فاضي. تقعد معاك كده تلاقي خاوي بعد ما تقعد تهابه المنظر وده سلام رجل شو محترم ازاي شوف ازاي ويسالك بقى هو الكاس هيبتدي امتى والدور امتى. سبحان تقول يا هبلك يا اخي سبحان الله انت كنت كويس كنت تتكلمه وتعرفه. فالمرء مخبوء تحت لسانه صح ولا لا؟ المرء مخبوء تحت لسانه. لكن لما الاحنف ابن قيس حليم العرب دخل على معاوية الاحنف معاوية بيسمع الاحنف 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 قال ياه ليش تشوف الراجل ده مر بالمثل في الحلم. فبيقولوا الاحنف بالباب يا امير المؤمنين فدخلوه. فدخل رجل السلام عليك يا امير المؤمنين. وعليكم السلام. انا الاحنف ابن قيس. نفس معاوية رجل قصير اعور دميم الخلق. سيدنا معاوية زي ما يكون يعني ما مش ده اللي لو تسمعه بالمعايير خير من ان تراه. انت احيانا تسمع بناس ما تحبش تشوفها. فالرجل لما شاف الاحنف ده فالاحنف رجل بقى يعني احد كبار العرب وزعماء المسلمين رضي الله عنه بطله كده قال له يا امير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد هصوره ضعاف الطير اطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور ضعاف الطير اكثرها فراقا وام الصقر مقلات النزور لقد طال البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. صح ولا لا؟ البعير عادي كده سبحان الله يصرفه الفتى في كل وقت ويقتفه على الخشف المرير. يجي عايل ثلاث سنين يجر الجمل ده ربطه في الحبل والجمل ما يتكلمش. المسألة مش مسألة ايه؟ سبحان الله ضعاف الأزد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير. سبحان الله الأسد تلاقيه هذه راسي لما ده الكلب هوى تعرف انه بعيد عن بيته. أما الكلب الأساسي سبحان الله. فالقضية أن الله عز وجل يوم القيامة يعني لما يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يقول لك الناس الحبر السمين اللي هو والعياذ بالله ضخم الجثة ده ابو كرش من كتر الحرام لما الكرش اتبلى من الحرام والعياذ بالله سبحان الله اذا مر على الصراط يدوسهم الناس كالذر على الصراط يوم القيامة. الحبر السمين ده الضخم الجثة اللي انت خايف منه ده لانه ما كانش يقيم لله وزنا في الدنيا سبحان الله. ولذلك قال له يا بصري انا عايز اعرف مكانتي عند الله مالي عند الله. قال انظر ما لله عندك وما مكانة الله عندك تعرف مالك عند الله وما مكانتك عند الله. عشان مكانتك عند الله شوف ربنا يسوي عندك قد ايه. شوف الدين عندك يسوي ايه. لو كان الدين عندك كل شيء تبقى عند الله انت كل شيء. لو انت بقى الدين عندك ده اخر حاجة لك لما نبقى فضيلة بقى شوية للشيخ نروح نحضر درس مرة الله وكنت فين المرات اللي قبل كده ما ايام ضيعة. يعني اخواننا الله يرضى عليهم اللي موظفين معايا من 18 20 سنة لما يحسبوا الحياة تاني وتعود بيهم تاني ايه اللي خسروه؟ بالعكس
اللهم اجعله في ميزان حسناتهم وحسناتنا يا رب العالمين. واللي ضيع وقته بما لا يرضي الله عز وجل. ها؟ سبحان الله. الراجل يا عيني ربنا يهدي الجميع ويحشرنا في زمرة الصالحين. واحد من الفنانين ربنا تاب عليه. قعد يجي 40 سنة في الفن. وبعدين ربنا هدى وجاء تائبا بفضل الله وتاب الى الله واعتذر. فجاء يزورني هو قاعد الحقيقه لمح حاجه غريبه جدا يمكن ما خطرتش في بالي. قال لي لو سمحت الدولاب ده الشرايط دي لايه؟ والله يا اخواننا ربنا يبارك فيهم اللي بيسجلوا لنا يعني بيجيبوا لنا نسخ من الكلام اللي بنقوله. اديك كام شريط كده يعني حاجه تنفع بعد كده ولا نقعد نسمعها ونستفيد منها ويستفيد منها الغير وننسخ منها كده يعني قد ايه كده؟ والله دي 3000 شريط بس. قال في المده قد ايه؟ تقريبا 9:30. قال ايه يعني 5000 ساعة كلام في ذكر الله وانا قعدت 40 سنة كلام في غير مرضات الله؟ قلت له بالعكس انت بقى اعظم عند الله عني ليه ومني ليه؟ لان ربنا لما العبد يشوف ربنا يبدل سيئاته بحسنات. فاللي سيئاته كتير هتبقى حسناته يوم القيامة اكتر. بس يتوب. بس يبقى لما ربنا يكرم بحد بالتوبة اعظم انسان اللي ربنا بيتوب عليه. ده قال عليه الصلاة والسلام عاشروا التوابين فانهم ارق افئدة. اقعد مع التواب يقول السلام كلام حلو. اما اللي اتودك بقى على دروس العلم وجبتته راح حاسس ما ينفعش. لا مش معنى كده انك لا بالعكس الدرس العلم ده من الواجب يعلمك ترقيق القلب. اللهم رقق قلوبنا بالعلم وبالخشية منك يا رب العالمين. عندنا سيدي عدة نماذج من الكتاب والسنة صور من العذاب في جهنم والعياذ بالله وفي النار. ربنا يبعدنا وياكم عن النار وما فيها. عشان ما نبعدش بعيد اول نوع من انواع العذاب والعياذ بالله رب العالمين هو شجرة الزقوم. شجرة الزقوم وردت في الواقعة وفي الصفات وهنشوف النماذج ان شاء الله ونفسرها دلوقتي عشان احنا قلنا ان كل الحديث عن الدار الاخرة من نصوص من الكتاب والسنة مش مسألة قياسية ابدا عشان نبقى مرتبطين بما جاء في الكتاب وما جاء في السنة المطهرة. نشوف النص الاول عشان القرآن يفسر بعضه بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انكم ايها الضالون المكذبون والعياذ بالله ويناديهم ربنا لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين والعياذ بالله رب العالمين. ثم انكم ايها الضالون المكذبون. يبقى ده اول نوع من العذاب اللي هي شجرة الايه؟ الزقوم. احنا نيجي للصفات بتاعتها دلوقتي. نشرح يعني ايه شجرة الزقوم؟ يعني ايه تزقم؟ تزقم الشيء يعني ايه؟ اولا الله عز وجل يحدث او يتحدث عن صنفين. الضال والمكذب. الضال والمكذب. مين الضال ومين المكذب؟ الضال والعياذ بالله رب العالمين كل من لم يأتمر بأمر الله عز وجل فهو ضال. كل انسان ما أتمرش بأمر الله سبحانه وتعالى فهو ضال. يعني اللي ما بيصليش يبقى ايه؟ ضال. اللي ما بيزكيش، اللي ما بيصومش، اللي مش محجبة، اللي مش مخمرة، كل دول ايه؟ ضالين. وكل ضال مكذب. لانه مكذب الايه؟ مكذب لله عز وجل في امره. هو انسان ضل لانه كذب الله وكذب رسوله فيما جاء. يقول لك مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ قال الله، قال رسوله. المسألة مش مسألة ايه؟ اجتهاد شخصي.
انما نقرأ عليه الآية فيكذبها ثم لا يهتدي بل يضل. فكل ضل المكذب وكل مكذب ضال. يعني الاثنين مترتبين على ايه؟ على بعض. فمكذب بايه؟ المكذب بحقيقة يوم القيامة، لانه لو امن وايقن بحقيقة يوم القيامة لما كذب ولا ما ضل. ولو ايقن بما في يوم القيامة من عذاب واهوال لاهتدى وما كذب. فتوحد الله لا اله الا الله. ثم انكم ايها الضالون المكذبون، والعياذ بالله رب العالمين، ربنا بيكلمهم، لآكلون من شجرة من زقوم. تزقم الإنسان الشيء أي ابتلعه بصعوبة بالغة، ابتلعه بصعوبة ايه؟ بالغة. زي انت ايه؟ لو أكلت لقمة أكبر من حجم بقك تزور، أو بلعتها بسرعة، يبقى ايه؟ ده ايه؟ الانسان يبتلع الشيء بصعوبة بالغة، ده اسمه الايه؟ التزقم. طيب قال اهل العلم، هل شجرة الزقوم موجودة في الدنيا؟ قال لا. في هاي بيقول انها موجودة، شجر كريه المنظر، سيء الطعم، موجود في شمال نجد في جزيرة العرب، ولكن البعض بيرد لا، ده اسم جديد على اللغة العربية، وان كلمة شجرة الزقوم القرآن بيصفها ونجل ايه لصفاتها دلوقتي والعياذ بالله رب العالمين. وانشوف الجماعة المكذبين بتوع مكة لما نزلت الايات دي ماذا قالوا فيها. ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون. يعني هيفضل ياكل لغاية ما بطنه ايه تتنفخ، والعياذ بالله رب العالمين. فشاربون عليها من الحميم، لان هي لما تدخل بتقطع الامعاء من جوه. عايز ايه؟ لان زوران الطعام زي غصه دي، ياخد ايه؟ عايز ايه؟ يشرب، يدوله ايه؟ شراب، بس من ايه؟ من حميم. وما هو الحميم؟ كل شيء يغلي. والحميم هنا هو عصارة اهل جهنم. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. الهيم اما هي الابل العطشة، اما الابل العطشانة، او الهيم وهي الرمال. اذ الرملة مية كده مش بقى كل ما تحط فيها مية، او الهيم هي الابل التي مرضت بمرض مرض الهيم، وده المرض اللي هو زي يوازي عند البشر مرض الاستسقاق. الجمل من دول يفضل يشرب 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 ما يشبعش، يفضل يشرب يشرب الى ان يموت من شدة الشرب. ادي صورة انسان ضال مكذب يأكل من شجرة من زقوم فيملأ منها بطنه، فيشرب عليها من الحميم، فيشرب شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. النزل في اللغة العربية اللي هو الفندق، ولذلك بعض الدول العربية تقول على الفندق ايه؟ او اللوكامبا تقول عليه ايه؟ نزل. نزل. فكأن النزل او الفندق او اللوكامبا بدل في الدنيا بتبقى 5 نجوم وثلاث نجوم واربع نجوم، ده بقى هيشوفوا النجوم. لا يشوفوا نجوم مين؟ لو العياذ بالله رب. هذا نزلهم يوم الدين، هذا مكانه يوم الدين، يوم الاخره يعني، يوم القيامه، ان ياكل من شجره من زقوم فيشرب عليها من الحميم فيشرب شرب الهيم، والعياذ بالله رب العالمين. نسال الله الا يجعلنا من الضالين ولا من المكذبين. اذلك خير نصتان صفان، اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم. كان بيتكلم قبل كده عن ايه؟ الجنة. يعني بنخلي النص بتاع الجنة ايه؟ لما نيجي ان شاء الله. انا جعلناها فتنة للظالمين. لما نزلت الآية بتاع الواقعة شجرة الزقوم، فنادى ابو جهل على جاريته، يا جارية هذه الشجرة العجوة والزبد
عجوة وزبدة، ودي احلى الاكلات العربية زمان. وزقمينا انها عجوة يثرب وزبد يثرب سوف نتزقمها في النار يوم القيامة. ده هو ابو جهل بيقول، ويضحك علينا محمد، هو اللي بيقول. ابو جهل بيقول ايه؟ لا لا لا، ده بيضحك علينا، ده قمين، ده عبارة عن عجوة وزبدة هيأكلها لنا. ربنا يقول ايه؟ انا جعلناها فتنة للظالمين. لان كلمة التزقم في لغة العرب ان البلح من شدة حلاوته بيكسر حدته بالايه؟ بالزبدة، بالزبد. فهو سبحان الله عشان ربنا يضله ويغويه وهو اصلا بار، فانا جعلناها فتنة للظالمين. اللي زي مين؟ اللي زي ابو جهل والعياذ بالله. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. اصل ابو جهل اللي معاه لما انت تقيس بالعقل، قال الله 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 الله، شجرة وجذعها في النار، طب كانت ايه؟ تولع، كانت تحترق، صح ولا لا؟ يعني لو شجرة اصلها في النار لاحترقت، النار تشبك في النار في اغصانها فتحترق، سبحان الله. فالظالم والعياذ بالله او الضال الذي يريد الله عز وجل ان يغويه، سبحان الله، ذكر هذه الشجرة. عندئذ الله عز وجل يقول انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. ياه، تخرج فين؟ والجحيم ده دركة من الايه؟ من الدركات السبع. يبقى شجر الزقوم دي لها مكان معين فين؟ في النار، يعني لها اصل، يعني لها مكان معين. هنيجي دلوقتي للايه؟ للنصوص. انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها اللي هو الايه؟ الثمر بتاعها كأنه رؤوس الشياطين. مين فينا شاف الشيطان؟ احد؟ لكن متخيلين ولا لا؟ زي بالظبط يقول ايه؟ لما نحب يعني نقول على واحد شكله وحش او معبد، يقول لك ده والعياذ بالله كان شكله ساعة الغضب زي الايه؟ زي الشيطان. ايه؟ لكراهة المنظر. ولما نشوف واحد وشه سمح نقول ده وشه ايه؟ زي الملك، صح ولا لا؟ دي عكس دي. لما نلاقي انسان كويس وش سمح نقول ده ايه؟ وش ملايكة. لكن لما نلاقي واحد تاني ولا ده وش ايه؟ يا ستار يا رب. ها؟ يبقى ربنا بيصف الطلع او الثمر المنتجات بتاع شجرة الزقوم، الطلعها كأنه رؤوس الشياطين. وذلك نسوة العزيز. قالوا على سيدنا يوسف ايه؟ اول ما طلع يوسف اخرج عليهن، فلما خرج عليهن ايه؟ اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. ليه؟ ليه شكله سمح، صح ولا لا؟ شكله سمح. اللهم اجعل وجوهنا وقلوبنا ملائكية يا رب، سبحان الله. يبقى لهذا بلا شوف ايه؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين يا ستار يا رب. فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نفس الايه؟ تكرار، سبحان الله. ثم ان لهم لشوبا من حميم. الشوب يعني الثمر اللي طلعه او اللي شكله زي راس الشيطان ده، مشوب يعني مختلط بايه؟ بالحميم، وهو والعياذ بالله الصديد والعصارة اللي نزل من اهل جهنم. يعني بدل ابو جهل بيقول دي العجوة مخلوطة بالزبدة، ربنا بيقول له لا، دي ايه؟ ده والعياذ بالله، سبحان الله. شوف طلع الشجرة بتاعت الزقوم اللي ربنا قال فيها والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم الا ايه؟ الا نفورة. بما ربنا يخوف فيهم وهم مفيش فايدة فيهم، سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يا رب نسأل الله ان يجيرنا وياكم من عذاب النار وما فيها يا رب العالمين، سبحان الله. الثمر بتاع شجرة الزقوم وهو شكله زي راس الشيطان مختلط والعياذ بالله، ثم ان لشوبا ايه؟ من حين مختلط بعصارة اهل جهنم. ياه. ثم ان مرجعهم الى الجحيم. يا
يعني ده انهم بينتقلوا من مكان عشان يروحوا ياكلوهم ايه زي بالضبط ايه المساجين. ربنا يفك اسرى المأسورين في الله والمسجونين في الله والمحبوسين في الله. امين يا رب العالمين. المساجين لما يطلعوهم في الجبل عشان يكسروا حجارة يربطوهم في الايه في السلس وبعدين يرجعوهم بعد ما يكسروا بقى يريحوهم فين؟ والعياذ بالله في الزنزانة. المثل اقسى هنا بقى. ثم ان مرجعهم لا الى الايه للجحيم. يعني بعد ما يروح ياكل من الشجرة بتاعت الزقوم اللي طلعوها كأنه رؤوس الشياطين ومخلوطة بالحميم يرجعوا تاني لفين؟ يا فطار يا رب العالمين اصر يا رب. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. صوت الدخان احد الحواميم سبحان الله كغلي الحميم والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا اخي اذا جاء اهل النار فكلام سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه اذا جاء اهل النار استغاثوا من الجوع ولازم ياكلوا فاغيثوا بشجرات الزقوم. زي ما احنا شفنا الحلقه اللي فاتت ان السحاب بيجي فوقهم ما تودون عايزين ايه نفسكم في ايه قال احنا ما دام في سحاب اهي يبقى احنا عايزين ميه تنزل منها احنا عايزين ميه تنزل من هذه السحابه تمطر علينا تهدينا تطفي النار سبحان الله. فهذه السحابه سبحان الله اذا بها تمطر بارك الله شجر من زقوم جزاك الله خير شجر من زقوم مش شجرة شجر لأنها مش شجرة جزاك الله خير رحم الله امرأة اهدى الينا عيوبنا السحابة توحد الله لا اله الا الله اقول لما تلاقوا حد عايز يسطح حلقة وسعوا له المكان مش اشكال جزاك الله خير. السحاب يقول احنا عايزين ميه تنزل من تنزل من هنا سبحان الله. فاذا بهذه السحابه تمطر اغلالا وسعيرا شو من الحلقه اللي فاتت سبحان الله. فيغيثوا بشجره الزقوم والعياذ بالله فاكلوا منها فانسلخت وجوههم حتى لو ان مارا مر عليهم ما عرفهم. فقال واحد بالله عليك لو جابوا لك جمجمه بتاعت ميت تعرف تقول جمجمه مين دي؟ او اللحم بتاع الوش بتاع الكافر والفاجر والضال والمكذب واللي قاعد يكتر في عباد الله ويتجبر على عباد الله فروه وشه تقع يظل الايه؟ العرض الجمجمه تقدر تعرفه؟ او نص الحديث حتى لو ان مارا مر عليهم يعرفهم لعرف وجوههم فاذا اكلوا منا القي عليهم العطش فيغاثوا بماء كالمهد الذي انتهى حره فاذا ادنوه من وجوههم انضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهم والجلود ويضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حيانه فيدعون بالويل والثبور لا تدعوا ثبورا واحدا ولكن ادعوا ايه ثبورا كثيرا. يقول ايه يا مصيبتاه وثبوراه وثبوراه يعني ايه يا للهلاك يا للكارثة. لا ده انت مش هتدعو ثبور واحد ومش هلاك واحد لا ده انت هتدعو ثبورا كثيرا لا اله الا الله. تعال للنوع الثاني من العذاب. يبقى شجرة الزقوم لكل مين للكافر والضال والايه والمكذب. طعام ذا غصة طعام ذا غصة. في ناس كلمة الحق تقف في زوره زي ما ايه ما بيشرق. كلمة الحق لا تخرج من فمه سهلة بل بالعكس. لو كان مثلا مثلا محامي نصاب محامي نصاب الكلمات الغلط تسيل على لسانه سلسة مثلا يعني عايز يطلق مثلا بيترفع عن الست في مسألة الطلاق تقول له
لا ما ضربنيش. يقول لك لا ما الابويا كده خسرانه خسرانه. تخسر حياتك واخرتك بعيد لا اله الا الله. طب وجبت تجيب ليش هتشتري شادو ليه انت تشجعها على الغلط؟ هي صحيح طلع عينها من جوزها لكن انت ما تشجعهاش على انها تجيب 2 شهور ظهور. لان انا والعلم لما اجيب 2 شهور ظهور اولا هم الشاهد الظهور ده في قعر جهنم واللي تسبب ان يجيبهم اللي هو شهدوله والحق اللي انا اكلته من صاحبي بشهاده الظهور واللي تسبب في هذا اللي دل عليه يعني. فتخيل انت بقى الدنيا ماشيه ازاي. ولذلك شوف فقه الحبيب قال لك لما تدخل المحكمه خش برجلك الشمال زيها زي بره الميه زيها زي بيت الحاكم. دول 3 اماكن تدخلهم برجلك الايه الشمال وايه وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت داخل المحكمه وانت داخل بيت الحاكم وانت داخل سبحان الله العظيم دورة المية ليه؟ هذه اماكن فيها شياطين. المحكمة معقولة في كلهم مظلومين؟ كل اللي في المحكمة مظلومين يا اخي. ده لا محامي ده لا محامي. يبقى الاثنين ايه؟ مظلومين. رغم انها ايه؟ فيها ظالم ومظلوم. والاب يعني غلبان قدام ورق وقدامه محامي لثم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يأتين الخصمان منكم خصمين فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر. بيعرض وجهة نظره بايه بفصاحة وبلاغة وجاب محامي اشطر وده فعله ها. فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر فربما اقضي له من حق اخيه فانا بشر فليعلم انما ان قضيت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطعت له شبرا من جهنم. يعني الرسول بيقول لو اعلم لو اديت له حته من حق اخوه نتيجه كلامه يحط الذهن انا حطيت اديت له حته من جهنم. يبقى المساله تيجي ازاي بقى؟ يبقى الطعام اللي ذا غصه ده الناس اللي كلمه الحق تقف في زورهم. ده مفيش حد في خناقه ابنه زعل مع صاحب العمل على طول يقول لك ده صاحب العمل اصله حرامي اصله مرتشي اصله نصاب لكن ابنه مش غلطان. شوف اخوه زعلان مع جاره على طول جنب اخوه يروح على طول ويزعق ايه ده انت مفكر ان احنا اولاد مين يا ابني مش تشوف المساله يمكن اخوك اللي ظالم يمكن اخوك اللي ظالم مش مظلوم. انصر اخاك ظالما او مظلوما انصره مظلوما فكيف نصره ظالما ان ترده عن ظلمه فذلك نصر الله. ترد عن الظلم تقول لا لا انا معاك معاك وانت مظلوم معاك وانت ظالم لا اوعى دي. سبحان الله في ناس والعياذ بالله الحلال ما يتبلعش عندهم وانما الحرام هو اللي يتبلع. الموظفين اللي بيتعاملوا مع الجمهور الحاجب بتاع المحكمة والعياذ بالله يبدو ان ربنا بيحكم عنه رحمته ها اكيد فيهم ناس كويسين لكن قبل ما يبص للزغره كده تناول الراجل عشان يطلع لك حكم ها في المحكمه ها. فكرنا جاي النهارده عشان بتكلم على المحكمه الحمد لله انا متنازع عن جميع القضايا المدنيه وغير المدنيه اللي الناس بترفعها علينا سب وقذف ومش عارف ايه ولا الصحفي الفلاني ده الشيخ شتمنا على المنبر والصحفيه الفلانيه والمذيعه ووزير الاعلام ووزير مش عارف ايه وكل دي الحمد لله ربنا بيدافع عن الذين امنوا. يمكن والله انا بروح محكمه لان تبص 20 واحد بيدافعوا ما اعرفهمش منين سبحان الله. فالمسلم الراجل يريد عند المكان ده وبلاش يخش لان كلها ظلم. ولا بالعكس الغالب او المنتصر والمهزوم في المحكمه كلاهما مهزوم لان الهازم المنتصر مهزوم يوم القيامه لانه غالبا خد حقه ده بدون وجه حق اكيد اكيد. ما اخذ ازاي ما اخذ ازاي ده الراجل المحامي يقعد يلعب على القاضي ويأجل وما يأجلش مسأل الله السلامة. اوعى المحامين يزعلوا فيهم ناس كويسين برضه حبايبنا طبيعي دي الحال عشان يعمل ضد استئناف ولا حاجة. المهم ربنا يعني يستأنف لنا رحمته ويعيدنا الى رحابه مؤمنين طاهرين مخلصين صادقين. فالطعام اللي ذو غصة ده ياكله كل واحد في النار والعياذ بالله كل انسان
لا ثلاثة عنده في الحق. يأكل حرام، يبتعد عن الحلال، كلمات البذيئة تطلع من بقه سهلة، الكلمة اللي هي الصح ما تطلعش من بقه أبدا. هؤلاء هم الذين يأكلون الطعام اللي هو العياذ بالله الغلط. مين كمان؟ قال اللي بينكد على أهل بيته له طعام ذا غصة، اللي بيغار على حرمته بس الغيرة توصله إلى الشك والشك توصله إلى القذف، لا لا إلا كده. الغيرة لها حدود، الغيرة لها حدود، ما تصلش للاتهام. أنت تغار ده حتى الحيوان يغار على أليفته، ما قلناش حاجة، بس ما توصلكش الغيرة إلى انك يعني تحدث نفسك بامور ينهى عنها الدين. ليه؟ لان سيدنا عمر لما قال للصحابه لو امير المؤمنين شاف واحد مع واحده يرتكبوا الفاحشه يقيم عليهم الحد؟ قالوا له يا امير المؤمنين ايوه يقيم عليهم الحد. مش انت شوف؟ قالوا لا يشوف، قال ايوه يقيم عليهم الحد. سيدنا علي قال امع امير المؤمنين ثلاثه يشهدون معه؟ قال لا. قال إذا نقيم على الأمير المؤمنين حد البهتان والفرية والإفتراء. يا سلام يا سلام على صحابة رسول الله. ها؟ مش إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. غلبانة في الحارة الفلانية زودت في حزمة الخف 7 سنين يغضب بحث التموين. والفلانة الفلان اسمها واسم أبوها واسم جدها ولقيوها وخدت 7 سنين في حزمة الخف زيادة مش عارف ايه، ولكن التاني يبلع ملايين في مطبخ ويقول لك رجل اعمال شهير فنان مشهور. ما تقول اسم يا اخويا، ما تقولش اسم حد خلص واسكت يا ابو يا رايح لكم كلكم، مش انتوا يعني من اللي بالي بالي. ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما. يا ستار يا رب اللهم ابعدنا عنه يا رب العالمين. هذا الطعام يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج، يعني هو نازل البطن ولا هو ايه راجع في القيء. استغفر يا رب العالمين. ليه؟ لانه كان في الدنيا كده. شوف كل عمل في الدنيا له تنظير في الاخرة. هو فكر ان حاجة تضيع عند الله. الست اللي 45 سنة زواج برجل يسيء معاملتها طول هذه المدة ويطردها لان هي مش حاضنة وتبقى في الشارع ملاش حد، سبحان الله لن يضيع ثوابها عند الله ابدا. ما تفكريش يا امه ابدا وقد عبرت من العمر اكثر من 70 ان ربنا فهذا يضيع الحق عليك ابدا ابدا. سوف احنا كلنا مسؤولين عن هذه الاصفار، وهذا ما يؤلمني ويعني ينقص علي حياتي ويحيل ليلي الى نهار حقيقة لما اسمع هذه المشاكل الصعبة وتصلني هذه الشكاوى السيئة التي تري كيف يعني اختفت الرحمة من قلوب المسلمين. وتقعد مع الدكتور تقول لي يا اخي زي بعضه يا اخي عم، يعني انت النهارده 75 سنة يعني يلا حط الختام بقى. يقول لك لا، بقول لك ايه ما تكلمنيش بالدين بقى انا فاهم يا عم عيب وبتاع، ده انا زي عايل من عيالك. لا بقول لك ايه، انا حافظ الكلام اللي هتقوله قبل ما من قبل ما تتولد. اسال الله عن هدايه. يا اخي لو عندك موظف لمده 20-30 سنة يوم ما تطلعه وتطلعه بكرامته ما تطردوش في الشارع. اتقوا الله عباد الله. واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. اوعى تظلم اوعى. تعال للنوع الثالث من العذاب والعياذ بالله، الضريع. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ايه الضريع؟ عارف الجريد بتاع النخل؟ عارفه. فاخر الجريده فيه ايه؟ شوك، بيسموه السن صح ولا لا؟ او الشوك ده هو ده الضريع. كان واحد بياكل ايه؟ شوك. ده طبعا صورة مصغرة عشان نفهمها من عذاب الاخرة، لكن هو اكيد حاجة اصعب. ده المين الضريع ده؟ نفس القضية، لمن لا يقول الحق.
لمن لا ينطق الا بالباطل، لمن يملأ لسانه بكلمات السوء. المغنيين اللي بيقولوا كلام قلة ادب، والشعراء اللي بيقولوا كلام مش كويس، يروحوا فين من الله؟ ها؟ لما الشاعر لهبل قال لهم قدر احمق الخطى، قدر احمق. وقال له برضه الشاعر لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى بس مغلوب، لا مش هسلم بالمكتوب. ربنا يقول لك سلم بالمكتوب، لا مش هسلم بالمغلوب. طب هتسلم غضبا عن اللي خلقوه، لا اله الا الله. الله ده كلام. والمصيبه سبحان الله يقول لك واوصف للناس في الجنه وانا في النار. من دلوقتي سبحان الله. الضريع هذا هو الطعام الذي ياكله والعياذ بالله من لا ينطق بالحق ومن لا يقول الا الباطل. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا لهاجة بذكره آناء الليل وأطراف النهار. تعال للنوع اللي بعده، الغسلين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين ده والعياذ بالله اللي هو الصديد بتاع أهل النار، اللي قال فيه الحبيب لو أن دلوا من غسلين جردا من غسلين أهريق في الدنيا لمات أهل الدنيا جميعا من نتن رائحته. يبقى ريحته إيه؟ تعال يا سيدي ده الطعام، تعال للشراب والعياذ بالله شراب أهل النار. فشاربون عليه من الحميم، قلنا والعياذ بالله، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. تفضل يا رب. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. الحميم ما اشتد حره، والغساق ما اشتد برده. ياخد حميم، قال لك الحميم ده ياخده يقطع الامعاء، ياخد وراء الغساق يسقط منه جلده كله. انت احيانا والعياذ بالله يعني بصوره مبسطه لما تجيب ميه مثلجه قوي قوي على درجه التجمد خلاص هتتجمد هتبقى تلج وتشربها تشعر بصداع، صح؟ والعياذ بالله ده ايه ده في الدنيا. فما بقى ربنا لما يجهز غساق للذين يعني لا يتقون الله عز وجل. اتفضل يا رب. ده مين ده؟ مين اللي بيشرب الحميم والغساق؟ قال اللي كان ما يتعبش نفسه في الدنيا لله. لا يعني شوف قعدتك دي وتعبك وزنقتك دي هتضيع عند الله؟ المحجبه والمنقبه في عز الحر والحرق يتساقط، سبحان الله، هل يضيع تضيع حبات العرق؟ والله ان حبات عرقهن في الميزان يوم القيامه ثقيله ان شاء الله رب العالمين. اما العريانه دي سبحان الله وعامله بتاع. نسال الله ان يتوب على نسائنا وبناتنا. هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج، يعني انواع ثانيه، نوع نوعين 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 من كل نوع من العذاب والشراب والعياذ بالله رب العالمين. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي، تحدثنا في الحلقات السابقه عن نوع من اهل العذاب اللي هم اهل الحسرات، اللي هم مين؟ اللي بيدخلوا النكد على ايه؟ على بيوت المسلمين وبتوع الاشاعات. طيب ادي الاكل والعياذ بالله، وادي الشرب، وادي وادي الحسرات. طب هل هم عريانين في النار؟ قال لا، دول لابسين. بس اي نوع من اللبس؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ده مين اللي يلبس ثياب من نار؟ قال اللي في الدنيا ما كانش يلبس الا من حرام، او يلبس مشتوه، يلبس ثوب الكبرياء. لان الكبرياء ده ازار من؟ الله. والعظمة رداء من؟ الله. الكبرياء ازاري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي. ولذلك قال ايه؟ الاول دخول ناس النار نوع ثلاثة من ضمنهم الفقير الفخور، اللي هو الايه؟ يعني الفأر والعنطفة، مش فقير لا، فأر حتى عارف يكلمه، طب ياخد ده بعض. طب الغني ده ان اتمال عن شوية اهله ذريعة
المال بتاعه بينسيب يميله عن الحق، الغنى بتاعه يعني ها، لكن لما الواحد يبقى على قد حاله زي حالتنا كده الواحد يلمها شويه، والله شويه علمه على قده برضه يلمه شويه. فكلنا جهلاء الا ما علمنا الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب، وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. سبحان الله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. اسمع كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اكل برجل مسلم اكله، يعني ايه؟ يعني واحد باع مسلم، يعني بيعه يعني ايه؟ يعني نفر عليه فاكل منه حاجة. ايه ينصب النصابين والنصابين الكفار في كل وقت وفي كل حين، وطالما ان في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير. وطرق الباب عند ناس هنا في الجيزة، ها قابط الباب فتحت الست، والله البيت فلان موجود لو انا راح الشغل، والله طيب ده هو ساب لكم ببعث لكم كنبه من اللي بتتفر السرير دي من عندنا من عمر فندم، ولابسين زي مكتوب عليه عمر فندم، الله يجازيك عمر فندم. المهم بس احنا مش عايزين الست، احنا مالناش دعوه، عبد المامور ناخدها ونمشي، ده مجرد سيادتك بس توقعها بالاستلام. وقعت الست بالاستلام، شالوا الكنبه حطوها جوه، وبعد شويه الست نزلت راحت شغلها المشوار، طلع الاستاذ اللي نام في الكنبه ها شال اللي في الشقه ومشي. لو جبنا ده ومسكناه واتمسك، لو جبنا ده ومسكناه وقطعنا له ايده، والراجل الموظف اللي في المصلحه الحكوميه اللي في مجلس المدينه ولا المحافظه ولا اللي في اداره المباني ولا 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 الى اخ الى اخ الى اخ ما تتعبنيش معاك انا وانت، سبحان الله، وقطعنا له ايده، ها هتنتشر ينتشر النصب والسرقات دي كلها؟ معقوله؟ مش ممكن. الله ده مسجل خطر. طب ما ده مسجل خطر طلعته ليه؟ الله ده انت فيه ناس عشان يعني ها اتهمتهم بانه مش عارف قلب نظام الحكم ولا مقاومه السلطه، بترميه في غايه السهول ما بيطلعش، لان دي قضيه امن دوله. والثاني اللي بيسرق الناس ده والله ما سرقش حاجه من حد، ده بيقول قال الله قال الرسول، احتمال يكون تعدى الحدود شويه حاجه برضه نتفاهم، ممكن نتفاهم معاه، بس احنا اللي نتفاهم مش انت، لانه بيحبنا احنا. لما يجي يقول له مالك يا ابن تعالى بالكتاب والسنه نهديه، لان انت لما تاخد ترميه في السجن خدت منه ايه؟ الثاني بقى الكارثه اللص، اللص سبحان الله، دخل الراجل يا عيني الست زوجة احد اصدقائنا دخلت الاسانسير، راح دخل واحد وراء الاسانسير وقفل الباب وطلع لها مطوه، طلع اللي معاك، راحت الست ما شاء الله طب دور افتح الباب عشان اشوف النور، طلع لك الباب، فتح الباب راحت زقه زقه على بره جامده بقوه من الله، السيده فاضله محجبه، الواد طلع يجري، حرامي حرامي نشكو الحرام البوابين، قعدوا يتصلوا بالاسم، لا انتوا حتتكوا تبع نقطه العجوزه، لا انتوا تبع نقطه الاواف، لا انتوا تبع اسم الدقي، انتوا واحد من اصحابنا ما شاء الله عليه قال لهم احنا البيت الفلاني جنب الفندق الفلاني، انا شايف اتنين ملتحين بيحوموا حوالين الفندق، انا خايف يكونوا عايزين يولعوا في الفندق ولا حاجه، ثلاث عربيات امن مركزي يا بطل ومستنى رحمه تنزل من الله. يبقى ثياب اهل النار تقطع لهم ثياب والعياذ بالله من نار. فسيدنا الحبيب بيقول اللي بياكل بمسلم اكله، يعني بيبيع مسلم لواحد مسيحي لواحد نصاب لواحد يبيعه عشان ياكل بيه اكله، نعم اطعمه الله مثلها في جهنم، ربنا ياكله برضه ايه في جهنم، بس مش هياكله بيها ايه. ومن كفى او اكتفى برجل مسلم كتاه الله مثلها في جهنم، نفس القضيه، يعني ضيع على واحد حق، اخذ من انسان مال بدون وجه حق، ده والعياذ بالله فراح اكتفى بيها او كتى بيها حد، ربنا والعياذ بالله يكسوه من ثياب النار والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا تعالى لبرضو ثياب اهل النار. وترى المجرمين مقرنين في الاصفاد، مقرنين يعني ايه؟ متسلسلين في الاصفاد اللي هي في الايه؟
في الاغلال الكلبشات يعني. سرابيلهم من قطران. السرابيل بتاعتهم ايه؟ قطران ولا عياذ بالله. بس القطران ايه؟ بيغلي. بيغلي. يا فطار يا رب. ليه؟ لان كان قلبه من جوه اسود. اسود. وكان بيدخل الكآبة على المسلمين برضه. فربنا يديله سرابيل القطران. اذا لم تتب النائحة. اسمع حديث سيدنا رسول الله. قلنا دي اول حلقة. اذا لم تتب النائحة. اللي بتنور. يا تبعي يا جملي يا اللي كنت. راح سيدنا المين يا ابو فلان. احنا غلابة من غيرك. يا يعني كنت انا او انت لا. ها؟ ولو اكتشفت بعد ما مات انه كان متجوز عليها. سبحان الله. المهم. من ناحت على ميت ولم تتب. الخرجت من قبرها مسربلة بسرابيل من قطران. ناكشة شعر رأسها. على هيئة القردة والخنازير. تأخذها ملائكة جهنم الزبانية. ويقولون لها نوحي على اهلها كما كنت تنوحين في الدنيا. وص امراتك النهاردة. قولها لو مت ولا امك ولا اختك ولا بنتك. لو مت وطلحت صوت انا بريء منك الى يوم القيامة. وبريء من اي صوت. اي صوت. لان صوتان ملعونان. صوتان ملعونان. حديث كده. صوتان ملعونان. صوت نائحة عند مصيبة. وصوت رنة عند فرح. اللي ايه? الزغرير. الزغرير. الزغرط على ايه? ده سيدنا الحسن البصري ليه واد فشخ بقه كده وبيضحك. قال له خد يا تعال. بيضحك عليه. قال له مبسوط بقى. الدنيا تهدم من الشباب وقوة. ها? وخد البرونزية وخد الصفيحية. طب قام. رد يقف العين قدامنا. عريان زي ما يدوب حتة بس تصر على كمان اكثر. يا ابني لم نفسك شوي. ايه اللي ده دي? سبحان الله. ايه اللي ده دي? مش حتى في شيخ نشا. طب دي لعبة تنفع هناك عند جماعة الاوروبيين اللي بيقلعوا بتوع الاستربتيز وشواطئ العريانين. احنا مالنا احنا كده? احنا عندنا قيم. وعندنا كتاب وسنة. ولسه فيه علماء بيقولوا قال الله قال الرسول. وفي ناس بيروح المساجد لسه. يعني الدين ما ضاعش. لسه يعني فاين نظر القيامة ظهرت. ولكن لسه ما زال موحدون في مصر. الله. في ناس موحدين في مصر والحمد لله رب العالمين وموحدات. وفي مؤمنين ومؤمنات. الله. البنات نفسين لك مش عارف فرعوني وما ماشيين لقيت الركبة. وماشيين قدام الولاد وماشيين مع الضيوف وجنب الضيوف وورا الضيوف وما الله. شيء غريب. ولك بنات ناشر صرفونا بصراحة. شرفونا امام. الله شرف مبارك يا شيخ. حاجة غم. اعذرونا عن الهم. نتباكى ونتشاكى في الدرس مع بعض. طيب. ادي الاكل بتاع اهل النار. والعياذ بالله. وادي الشرب. ها? وادي اللبس. طب يناموا على ايه? لهم من جهنم مهاد. يبقى الفرشة تحت ايه? نار. ومن فوقهم ايه? غواش اللي هو الايه? الغطا. يبقى الفرش والغطا ايه? يا فطار يا رب. نار. يا فطار. يا فطار يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. وكان رجل يزور القبور. ويقول يا اهل القبور. بعد الرفاهية والنعيم. معالجة الاغلال في النار. وبعد القطن والكتان. ثياب القطران. ده الرجل كان عينه عارف قطن وكتان بس. يجي يتفرج على انها. سبحان الله. وبعد تلطف الخدم والحشم. مقارنة الشيطان في نار جهنم مقرنين في الاصفاد. ده كلام. حد يبدل ده بده. اسأل الله السلام. يقول الله عز وجل لأهل النار. والملائكة تقول له لو كان لكم ملء الأرض ذهبا لابتديتم أنفسكم من عذاب اليوم. يقول نعم أيوة
ندفع الفدية ممكن. طلبنا منكم اهون من ذلك ان تقولوا لا اله الا الله وتعبدونني لا تشركوا بي شيئا فابيتم وعصيتم وضللتم وكذبتم فكان هذا مثواكم والعياذ بالله رب العالمين. استغفر يا رب. طيب يا سيدي تعالى النوع اخر من انواع العذاب. فيه جبل في النار جبل يلهم الكافر والفاجر واهل النار ان الجبل ده لو فضل يصعد يصعد فيه ينجو يعني لو فضل يتسلقه حفته يطلع من ايه من النار والعياذ بالله رب العالمين. ربنا قال ايه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الى ان قال سارهقه صعودا. سارهقه ايه صعودا. ايه صعودا ده الجبل لكل مكذب بيوم الدين وكل مكذب باوامر الله عز وجل وكل جبار عنيد ما يلينش للمسلمين ولا عنده ليونة وسهولة تفضل تتحنن عليه كل زي بعض عشان خاطر تستسمح من اعتذر او استسمح اخاه من جاء اخاه من جاء الى اخيه متنصلا من ذنبه معتذر يعني صادقا كان ام كاذبا فلم يقبل عذره لن يشم رائحة الجنة يوم القيامة. يعني انا غلطت في حقك وجيت اعتذرت لك زي بعض سامحني لا ولو يا عم خلاص قلبك ابيض لا مش ابيض طب انا غلطان تمام طب مش هكررها تاني حتى لو كنت بنفق وكذبت في اعتذاري وجاي بضغط من ناس تانيين قال ما تقبلش عذري قال سبحان الله العظيم لا تشم رائحة الجنة. هو حد يجي اعتذرك وتقول له لا خلاص خلاص سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فجبل الصعود ده والعياذ بالله يفضل يتسلق 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 عقبال ما يجي على اخره تكون ايديه ورجليه اتهرت والعياذ بالله من شدة الحرب ذعبت من شدة النار. اول ما يوصل على حافته يروح الجبل منهار بيه فيقع الى الدرك الاسفل وهكذا الى ابد الابدين. صعبة الموضوع مش سهل الموضوع مش نسأل الله السلامة. تعالى يا سيدي ايضا الجبارين الجبارين دول لهم حظ سيء قوي في النار والعياذ بالله والعنيد اللي دايما والست برضه عنيده اتحجبت تقول له لا يا ست حجبي الراجل ما يقول في الجامع اهو بيخاف اهو ها هتعملها زي العين يا مريم الراجل اهو شوف صعود بلاوي بلاوي الراجل قال اهو خد الشريط سمحولي شعرك ده هتعلقي في النار يوم سلاسل من النار واغلال من النار ورجليك وايديك اللي باينه سبحان الله برضه مفيش فايده. قال ايه والعياذ بالله رب العالمين يجي بقى في الايه في يطوبح في وادي يسمى وادي هب هب كل جبار عنيد وكل مدخل حزن على بيوت المسلمين. فتوحد الله لا اله الا الله. طيب هل الهيئه بتاعه اهل النار تفضل زي ما هي؟ قال لا ربنا بيبدل الجلود يبدل لهم الايه الجلود بتاعتهم لان دي مراكز الاحساس والجلود اللي كانوا بيفتخروا بيها قدام الايه قدام الناس. تخيل انت اللي الست اللي طالعه في الاعلان قاعده تتهم رجلها بالكريم وتقول لك الكريم مش عارف ايه اللي يرجعك شباب 40 سنه تتهم مش عارف وشها وتعمل لك شعرها كده في وشك صوت. يا ست اتقي الله بلاش عيب ها بلاش زوج لك يا استاذ ده شغل. تعالى الوادي اثام وادي اثام اللي هو من يفعل ذلك يلقى ايه اثاما كل السابقة لهذه الآية. الوادي اثام ده وادي في حيات وعقارب كل حية وعقرب فيها من السم 70 قلة بقلل هجر. قلة هجر دي انا قعدت اترجمها بالمقياس القديم هجر دي قبيلة عربية يعني كان عندهم ازلات خلسانات كده. قلة هجر دي لقيتها بتشيل 500 رطل
فلما ضربت وربعت وكعبت، المهم وصلت الى المساحة الحقيقية بالكيلو، طلع ان كل حية او عقرب فيها 15500 كيلو، يعني 15 طن من السم. لمين؟ في وادي اثام. لمين؟ للي كل اللي بيشهدوا مع الله اله اخر، وبيشهدوا الزور، وبيهزوا، وبيشهدوا شربوا الخمر، ويطلبوا لليتيم، وما يأمروش بالعد، وهكذا الاخر. هذه البلاوة والعياذ بالله يدخل الى وادي اثام والعياذ بالله رب العالمين. أفطار يا رب، أفطار يا رب. أبدا. واذا القوا منها اترمت ليه النار العياذ بالله مكانا ضيقا مقرنين. مقرنين يعني ايه؟ متنفرين مقيدين يعني. دعوا هنالك ثبورا، يقولوا ايه؟ وثبورا، وثبورا يعني ايه؟ وهلكا ومصيبتا. سبحان الله. فاذا بقي في النار من يخلد فيها، والعياذ بالله بقى اسمع بقى الكلام بتاع الحديث، وضعوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت اخرى من نار، فقذفوا في نار الجحيم فيرون انه لا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها ابن مسعود تلا الايه بعد ما قرأ الحديث، لهم فيها زفير وشهيق وهم لا يسمعون، والعياذ بالله رب العالمين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ايه؟ ظلل. نسأل الله السلام. في كمان والعياذ بالله كل من يؤذي المسلم، والعياذ بالله ربنا يتسلط عليه يوم القيامة في النار داء الجرب، بس ربنا يخلق له اظافر من نحاس، والنحاس ده محمى، يفضل يهرش 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 الى ان يتساقط لحمه فلا يبقى الا عظمه. مين دول اللي بيؤذي المسلم؟ تخيل بقى اللي بيضربوا المسلمين، واللي بيلزق المسلمين على فاول، واللي بيسجن المسلمين. بالمساله الله، ده ابن عمر لما حج وراى الكعبه قال يا كعبه الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك، لكن حرمه المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. حرمه المؤمن عند الله اعظم من الكعبه، لان المؤمن ده اعظم من خلق الله عز وجل. المؤمن عند الله احسن من الكعبه عند الله. فشوف اللي يؤذي المؤمن يبقى ايه؟ وافضل العباد انفعهم لعيال الله سبحانه. دقيقتين كمان. 10 منين ده؟ انا قلبي قادر على العشره بتاعت البيت. اعظم عذاب اهل النار بقى، اعظم عذاب واسوأ عذاب، هو الحجاب عن وجه رب الارباب. يا فطار يا رب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وده سبحان الله اصعب واسوأ انواع من العذاب، حتى قيل لو تجلى الله بوجهه الكريم على اهل النار لنسوا ما فيه من عذاب، ولو حجب الكريم وجهه عن اهل الجنة لما راقت لهم الحياة في الجنات لحظة. فالنعيم كل النعيم بمطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب بالحجب عن وجه رب الارباب. اللهم لا تمنعنا من رؤية وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا من اللذة من لذة النظر الى وجهك الكريم، اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة، اللهم لا تحجبنا عن وجهك الكريم يوم القيامة، اللهم استهنا بالنظر الى وجهك الكريم في الجنة،
بدون سبقة عذاب يا رب العالمين. اللهم زحزحنا عن النار، اللهم اجرنا من 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 النار، وادخلنا الجنة مع الابرار. تب على كل عاصي واهد كل ضال، تب على كل عاصي واهد كل ضال، تب على كل عاصي واهد كل ضال، اشف كل مريض، سد دين المدينين، فك كرب المكروبين، تب علينا توبة نصوحا ترضيك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.